النهارده كمان كان في تراي ماتش استعدادا لمباراه الانتاج، يعني مستر موسيماني قسم الفريق لمجموعتين لعبوا زي ماتش كده ما بينهم في الجزء الاخير من مران اليوم، واكيد مستر موسيماني بيحب يركز كمان في الجزئيه دي بشكل كبير عشان كمان يستقر على التشكيل الانسب لمواجهه فريق الانتاج الحربي. هو فريق صعب في الحقيقه يعني، وعنده طبعا مدير فني مميز جدا كابتن مختار مختار، احد ابرز المديرين الفنيين في بطوله الدوري بشكل عام على مدار السنوات العديده والعديده السابقه يعني. طيب كمان اخبار اخرى بتتعلق بالنادي الاهلي واستعداداته لكاس العالم للانديه، وطبعا اجواء بالنسبه لنا مميزه جدا ووحشانه بشكل كبير جدا، فالنادي الاهلي بيجهز ملفا طبيا استعدادا لكاس العالم للانديه عشان يتم ارساله للاتحاد الدولي لكره القدم، وده طبقا للوائح والامور يعني اللي بتتعلق بالمشاركه في هذه البطوله. عندنا الدكتور احمد ابو عبله طبعا الطبيب الجديد للفريق، وهو طبيب مميز جدا في الحقيقه، ونتمنى له كل التوفيق، يعني بيجهز هذا الملف وبيعمل بعض ورش العمل الخاصه ببطوله كاس العالم للانديه، واكيد في ضوابط واجراءات احترازيه مهمه جدا هيتم اتباعها خلال الفتره اللي جايه، وكده كده النادي الاهلي بيتبع مثل هذه الاجراءات الطبيه والاحترازيه من فيروس كورونا تحديدا يعني. طيب كمان الدكتور احمد ابو عبله يعني اكد ان مسحه مروان محسن سلبيه، واحنا امبارح قلنا لحضراتكم ان الفريق خلاص اصبح خالي تماما من الاصابات بفيروس كورونا، ربنا يحميهم يا رب ويبعد عنهم المرض ويبعد عننا كلنا وكل المصريين والامه الاسلاميه والعربيه والكل باذن الله هذا الفيروس الصعب جدا. فبالتالي مروان حالته جيده، بس هيتم عمل مسحه اخرى كجانب ايضا احترازي تتاكد بشكل اكبر ان مروان خلاص سليم، هو ما عندوش اي اعراض ولا حاجه، هو شفي تماما من الفيروس، لكن هو كجزء احترازي مهم جدا. كمان محمود وحيد كنت بتكلم عليه مع حضراتكم هيشارك في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي بعد مواجهه الانتاج الحربي وبعد ما يكون خلص كل التدريبات الاستشفائيه والتاهيليه. دي اهم وابرز اخبار الفريق النهارده واخر استعداداته لمباراه الانتاج الحربي بعد بكره باذن الله، لكن لسه اكيد في تفاصيل اكتر وكواليس اكتر حابين نعرفها من خلال مراسلنا العزيز الكابتن محمد توفيق مراسل قناه الاهلي. يا توفيق مساء الخير عليك. مساء الخير يا امير، تحياتي ليك والمشاهدين الكرام ولكل عشاق النادي الاهلي في كل انحاء العالم. اهلا بك يا توفيق، عايزين نطمن من خلالك على اخر الكواليس والاخبار اللي بتتعلق بفريق النادي الاهلي بعقب مران اليوم الصباحي. يعني يا امير زي ما انت قلت في البدايه يعني التفاصيل كامله مع ان شاء الله هنحطها بين ايديك وبين ايدين المشاهدين. يعني في الساعه 12 ظهرا استعدادا لبدء المران اللي بدا في تمام الواحده، يمكن قبل المران اللاعبين كلهم اجروا المسحه الطبيه او الرابيد تيست المتفق عليه طبقا للبروتوكول الموضوع من وزاره الصحه المصريه كما هو متبع، جميع اللاعبين اجروا المسحه النهارده. كمان زي ما انت ذكرت مروان محسن يمكن بعد ما الفريق انتهى بالكامل من عمل المسحه، مروان محسن طبعا عمل مسحه النادي الاهلي عملها له من امبارح والحمد لله ازالت سلبيتها، لكن كان لازم كمان يعمل المسحه الخاصه باتحاد الكوره فعملها عقب انتهاء زملائه ودخل كمل تمريناته عادي في الجيم بحيث ان هو يكون بعد ما يخلص البرنامج التاهيلي الموضوع المصغر عشان يخش في فورمه المباريات يبدا يشارك بشكل عادي جدا مع زمايله، بعد كمان تكون يعني المسحه بتاعت اتحاد الكوره نفسها ظهرت ويكون شفائه بشكل رسمي طبقا للبروتوكول كمان الموضوع مش بس المسحه اللي عملها تبع النادي الاهلي. تمام. كان التمرين ابتدى كان مستر موسيماني حريص جدا انه يعمل محاضره للاعبين، اتكلم كتير جدا، يمكن الفترة دي زي ما انت عارف في ضغط مباريات ويمكن ضغط مباريات وفي نفس الوقت المباريات كلها مهمة، هتشطب خلاص انت بقيت على قمة الدوري عاوز تكمل مشوارك، فكان الكلام كتير خاصة في النواحي المعنوية للاعبين وبحسهم ان لازم نكمل ان شاء الله على نفس المستوى ونفس الأداء ونكمل انتصاراتنا ومشروعنا ان شاء الله. التمرين بدأ يمكن طبعا انت عارف نظرا لضغط المباريات انت لاعب مباراة افريقيا يوم الثلاث، بعد كده مباراة سيراميكا يوم الجمعة، الماتش الثاني بعد بكرة الثلاث، فما فيش وقت، فيمكن ما كانش في تركيز قوي على الجانب البدني بعد التمرينات البدنيه الخفيفه في الاول. بعد كده تمريناته الكوره يمكن بس تم عمل مربعين بين نص الفريق ونص الفريق الثاني، وبعد كده بدا يمكن بعض الجمل بقى مستر موسيماني قبل التراي ماتش اللي اختتم بيه التمرين عمل يمكن زي ما بنقول قسم الفريق لمجموعتين من المدافعين ومجموعه الوسط المهاجم كلها، يعني يمكن كانت بتهاجمهم في بعض الجمل اللي كان في اتفاق عليها كان اغلبها تركيز على يعني زي ما بنقول اختراق الدفاعات، يمكن احنا شايفين الفتره الاخيره معظم الفرق اللي بتقابل النادي الاهلي بتلعب بشكل دفاعي مكثف، فكان معظم تركيز الفريق ان ازاي انت تقدر توصل للجون باكثر عدد ممكن من الهجمات في ظل
التمركز الدفاعي من اكثر يعني من كل الفرق تقريبا اللي بتقابل النادي الاهلي في الفتره الاخيره. يمكن كمان على هامش المران كابتن محمود الخطيب جمع جلسه مطوله مع مستر موسيماني والمترجم كابتن عمرو المحب ومترجم الفريق اتكلموا كتير جدا. مستر موسيماني كمل تدريب الفريق وكابتن صلاح حفيظ كمل الجلسه مع كابتن محمود الخطيب. اللاعبين كلهم ظهروا بحاله جيده، محمد هاني شارك في التمرينه كلها النهارده سواء الجزء البدني او حتى الجزء الكره او حتى التراي ماتش كان كمل بشكل كامل كويس. وطبعا مشاركته من عدم ودي ترجع للجهاز اكيد. عمرو السوليه، اجاييه، محمود وحيد عملوا تمرينات الجيم، بقى كانوا نزلوا الملعب عملوا بعض التمرينات التاهيليه وكمان اكتفوا بس باللف حوالين الملعب لكن ما حدش فيهم نزل ولا شارك في التقسيمه بتاعت اللعيبه. طيب عايز اسالك على علي معلول لان في بعض الاخبار ان علي معلول تعرض لكدمه قويه في التقسيمه اللي كانت مع نهايه المران بعد تدخل مع احمد رمضان بيكم لاعب الفريق، ايه حاله علي معلول طبقا لمتابعتك؟ بالفعل امين يمكن اثناء التقسيمه اللي حضرتك كانت التقسيمه طبعا كل اللاعبين حريصين ان هم يأدوا بشكل اكثر من رائع ويحجزوا مكان، يمكن كان اللاعبين كله بحاول يحجز لنفسه مكان في التشكيله الاساسيه. كره مشتركه بس في نص الملعب كده علي معلول بيستلمها، كدمه حصلت كان احمد رمضان ده كان في تدخل من الخلف لكن علي معلول يعني جهاز الطب فضل ومستر موسيماني ان هو يطلع بس لكن ان شاء الله كان في مفيش حاجه وبس بسيطه يعني لا كان فاضل خمس دقائق بالظبط والتمرين ينتهي فيعني فضلوا ان لا علي معلول خلاص ما يعني خمس دقايق بالظبط والتمرين ده فالدكتور بس فحص رجله ودخل اوضه اللبس عادي والتمرين كان خلاص يعني تقريبا بنتكلم ان التمرين انتهى فلا ان شاء الله ما فيش حاجه ويكون علي معلول موجود ان شاء الله في قائمه المباراه اللي هتعلن بكره عقب المران ان شاء الله الاخير. ان شاء الله باذن الله يا توفيق. انا بشكرك شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق مراسل القناه الاهلي واللي كان معانا من استاد مختار التتش عقب مران الفريق اليوم واستعدادات الفريق لمباراه الانتاج الحربي وطمنا بشكل كبير جدا عن الفرقه وعلى كمان علي معلول والكدمه اللي تعرض ليها في مران اليوم وباذن الله يكون متاح بالنسبه للفريق في مباراه الانتاج الحربي باذن الله تعالى. طيب خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نكمل اخر واهم اخبار النادي الاهلي تحديدا على السوشيال ميديا. يلا